الله، الله جميل ده. قول لي يا محمد، هنا البوري اخباره ايه؟ هنا احجام كبيره قوي هنا. احجام انا اول مره اشوفها. سبحان الله. يعني احنا عندنا في كفر الشيخ مزارع وكده، طول عمرنا في السماء. تمام. انا اول مره اشوف احجام البوري، شفتها هنا. سبحان الله، فعلا احجام. أنا عندنا مثلا تبقى البوريه مثلا الواحده نص كيلو، ربع كيلو. تمام. يوم ما تتنطط خالص واقول ده كيلو، قال لي لو شفت واحده كيلو. يا سبحان الله. هنا انا شفت هنا احجام الواحده تجيلها 6 كيلو. انا فعلا 8 كيلو. 8 احنا كيلو. جبناها من الجوابي. من الجوابي بتقعد تدخل على جوبيا. اه ما شاء الله. ده الحاج لملوم بيقول لي كمان فيها قراميط كبيره جدا. طب مع انها ميه مالحه. مش عارف هي عايشه هنا ازاي. سبحان الله، قراميط. وقال لي القراميط ديت ما بتعيش الا في الميه الحلوه. سبحان الله، ما انا بقول كده يعني استغربت. بيقول لي بتطلع معانا في الجوبات برضو الجوابي وكده، احجامها كبيره. جبنا مره جرمان. وحاجه تاني برضو بيقول لك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، الحناش السمك برضو كبيره. كبيره برضو. تعبين. تعبين يا ما شاء الله. لا هنا الارض واسعه. واخد بالك، احنا عندنا البحيره بتاعت البرولس دي ما تجيش فرحه حاجه. يعني البرولس اقوى. يا نهار ابيض. مش غويطه زي بس دي. مش غويطه زي دي. بس البرولس ديت ما تجيش حته من نهر. طبعا هناك لا، بحيره البرولس كبيره بطريقه. وبعدين القاروص يا شيخ هناك ما شاء الله، طريقه جامده. ليه زملاء بيروحوا هناك عشان القاروص وكده هناك بقى. ما شاء الله، يعني تشتهي الانفس ما شاء الله. هنا ما فيش قاروص يا شيخنا؟ لا انا عن نفسي زارع جاروب. انا عارف انتوا زارعين قاروص. انا بتكلم في الميات العمومية، في الارض نفسها هنا العمومية دي. لا احنا ما جبناش قاروص خالص، ما فيهاش دي، ما حد ما شفتش ما. بس انا شفت منها بسارية، بسارية زي بسارية البحر كده. ما جبناش. حبايبنا هم. يا رجالة. يلا ينور صباح الخير يا شباب، الله ينور. كله تمام؟ في السمكة ليه؟ كله تمام؟ حبيبي يا باشا، منورنا يا استاذ ياسر. منورنا يا استاذ جابر. حبايبنا والله، بارك الله فيكم. يا رب تكونوا مبسوطين معانا. بس اعرفكم اخونا محمد صاحب الارض هنا، ابن صاحب الارض. اهلا وسهلا بيكم، ربنا يكرمكم يا رب. نورتونا يا رجاله والله. الله يعزك يا رب، بارك الله فيك. في خير كده ولا لسه؟ الحمد لله. في يا مسهل العمل بيسترزق يعني. الحمد لله. اليوم مش عايزينكم تيجوا وتمشوا زعلانين، عاوزين يبقى في رزق. حبيبي ربنا يخليكم يا شباب والله. الله يصلح حالكم، بارك الله فيكم. مش محتاجين اي حاجه نجيبها لكم. جزاك الله خير يا محمد. اكل شرب اي حاجه حبيبي. اللي تعزوه يا رجاله، السكنه اللي هنا ديت بتاعتكم، بارك الله فيك. اي حاجه تعزوها ده كفايه ان انتم من طرف الشيخ محمد. الله يعزك، الله يعزك يا رب. ربنا ما احناش منك يا شيخ محمد، وجزاكم الله خير. يلا شويه وجاي لكم يا شباب. يلا عرض كده في عرض البحار كده. بص حال ماشي كده ونيل. يلا بص، في السمك اللي هم بتعجبهم، السمك الخضراء اللي هم بيجيبوها دي، بالليمي اللي الحاج بيقول لي عليها. احنا بنسموها عندنا احنا بالليمي. بالليمي هم الحاج. الحاج لبنوم قال لي الكلام ده. السمكه ديت الكيلو منها ب 50 جنيه. انا عارف. عيشه صغيره معاك ايه يا حبيبي؟ عيشه صغيره. اي عياشه؟ في عياشه هنا بتاعتي. طب اقول لك على حاجه، في العربيه في ملقاف. ملقاف هتلاقي لونه اخضر. ماشي، في واحد كبير قوي وواحد ملموم. شوف انت يعجبك ايه وخده وحطه في الميه ماشي. يلا الله يقويكم. خمسه كده وجاي رايحين ان شاء الله نصطاد طير وجايين. شويه كده. السلام عليكم حبيبي يا جابر. ناس طيبين. جابر دوت شغال مع واحد صاحبي. اشكرهم ناس محترمه. لا الحمد لله، ناس طيبين. الصحبه تكون صحبه كويسه بالدنيا وما فيها. الله ينور عليك. والله الصحبه هي كل حاجه والله. بامانه احنا المثل بيقول لك ايه، اختار الصديق قبل الطريق. ده كلام صحيح، كلام حقيقي. والله كان ستي وسيدي الله يرحمه كان يقول لي الكلام ده، يا ابني اختار صاحبك قبل ما تمشي معاه. الصاحب ساحب. بسم الله ما شاء الله، ده احنا ماشيين في حتت ايه يا صلاة النبي. انا خايف من المايه البيضاء دهيت. ايه المايه البيضاء دي بقى؟ المايه البيضاء اللي قدامنا دهيت. خايف ايه يعني؟ غرق؟ غوطه جامد. عامة ما تخافش، انا بعرف اعوم يعني على قد كده الحمد لله. لا غوطه جامد وفيها موجه جامده دلوقتي.
عشان ريح وكده. فانا هنا انا كده داري يعني، انا عارف اكسع بيك كده. انا مش عارف اكسع. هناك فيها، وبعدين بتضطر انت تعمل الارض مش هتطولها. ايوه مش هتطولها، مش هتطولها هنا كده نطلع. الارض هنا. ده كان ممر ده زمان واتردم ولا ايه؟ ايه ده كان ممر مثلا واتردم؟ لا دي كان مزرعه زمزم مزرعته. ايوه بس غرقت. غرقت صحيح. ما انا شايف كده، دي كانت مزارع وغرقت. غرقت المايه زادت غرقت. هو ده اللي انا ايه سمعت عنه، ان هي كانت مزارع في الاصل. وبعد كده غرقت. دي كلها مزارع، الناس من عندنا مكفر الشيخ بره. بس راحت عليها بقى. ده خسر خسر خساره كبيره ده شيخ. اللي غرقت بسمكها. بسمكها طبعا، سمك طلع بقى هنا وراح بقى. سمك وامال البر اللي هنا دي من ايه؟ ايوه. ومش بعيد يكون فيها قروس برضو، لان اكيد ممكن يكون مربي. ممكن ليه لا؟ يعني اكيد مربين قروس بتاع ودخل عليهم. سبحانك يا رب. انا عارف يا شيخ محمد اليوم ده يتسجل في تاريخي ده. والله العظيم يا محمد. سبحان الله. انت عارف الطريق اللي هو الارض فيه عاليه؟ عشان كده تمشي فيه صحيح. ما هو بص المدرة الجف اللي انا ماسكه ده عامل زي نظام الطاره بتاع في العربيه. ازاي تخليه يحود يمين؟ سبحان الله. طبعا كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه شغلته. صحيح ان شاء الله عليك. اسمه ايه الطير اللي فوقنا ده؟ ده هو؟ ده بيتاكل ده برضه؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسمه زجيج. اهو بص بص بص. ده عامل عشش في البوس هنا. ما شاء الله ما شاء الله. دي بقى عشان الواحد يضرب فيه كده بيعوز منه ايه؟ كرة ياما يعني. الله اكبر. مش هو ده اللي رضا اكله لنا؟ مالوش؟ لا. اللي انت كلته اللي هو السجيج. اللي انت بتديه زي ابو جريدان. ايوه ما اهو بس ماسك سمكه ازاي في بقه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حنكه سمكه. بص حنكه فيها سمكه اهي. سبحان الله سبحان الله. احنا زي ما يكون جينا الارض بتاعه. ما شاء الله ما شاء الله. اهو بص بص. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. حاجه رائعه والله العظيم، حاجه جميله ورائعه بصراحه. بص اللي فوق ده، بص اللي فوق ده قد ايه؟ ما هو ده سنجيه، ده اللي الرضا اتخذ. ده كبير يا راجل. بس ده حجمه ما شاء الله. دي انت زي ابو جرداه. بس ده مختلف. مختلف ده بيتاكل بقى. دي بيتاكل ابو جرداه. هو انت ما تاكلش يا صحيح. قول لي دي كانت مزارع وغيرها. انا سمعت ان كان في معدات غرقت وبتاع ولادرات. حصل الكلام ده صحيح يعني؟ حقيقي. سبحان الله. ارض غويطه. ارض غويطه. ارض غويطه. الميه اقوى من اي شيء. سبحانك يا رب. هي مياه جوفيه وطلعت بقى. ما شاء الله. بقالكم كام سنه هنا يا صلاح؟ محمد احنا بقينا سنتين بس ما شاء الله. جيتوا خدتوا بقى الارض من هنا؟ خدنا الارض. بص بص ده دي، بص ده دي ده. دي واجه. يا ما شاء الله، ده مش قادر يطير يا عم. ما شاء الله ما شاء الله. بص بص تحتي. بص بص طير ياما اهو. طب يا عم ايه اللي خلاك تروح الحته انت كنت هتروحها دي؟ طب ما هنا ما شاء الله ده اكتر. عاوز اضرب اضرب بتاع بلاشون ده. طير كبير بقى ولا بلاشون ده؟ بص 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 يا شيخ سبحانك يا رب. فين؟ لا شفته؟ هو ده. انا معاك اهو. قول لي فين ده؟ صوت عالي مش كده؟ حاول اسد ودني ولا اعمل ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شايف ده ولا اللي هناك ده؟ اسمه بوردي. ايه بوردي؟ ده ايه اللي هناك ده يا اخوانا على الشاطئ ده؟ ايه الغريزه دي بقى؟ خشبه يعني. هو معقوله بيبقى بالحجم ده؟ اديك البرد تبقى كبير كده. خد الفرده خليها قدامك. ماشي. بس البيت الغرقان ده والله فكرتها بيت. البيت ده كان بيت هذا بتاعكم؟ وغالي. يا نهار ابيض. سبحان الله. خشب وبتاع وكلف. مش عارف ادرك هنا. مفيش غرق. يا نهار ابيض. يعني بتاع 5 متر. اقل كلام. اقل حاجه 5 متر هنا. لان ده المفروض هنا كان بيت وارض ويابس. سبحان الله. راحت. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين التيرات دي؟ الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.